ازيكم عاملين ايه؟ لو عايزين تطلعوا ترند خليكم بقى اعملوا زي اللي انا هقوله لكم بالظبط. بسكوته وسمكه قاعدين بره، كل واحده فيهم قاعده ماسكه التليفون بتاعها وكأنها مش عايشه معايا في الشقه اصلا. انا قلت هعمل فيهم اللي هوريه لكم دلوقتي. اول حاجه عندي سجاده كده صغيره في الارض عشانها ملهاش لازمه، ماشي، وفي ايديا ازازه الميه، في ايديا ازازه الميه. هقعد بقى هنا على الكنبة وهنادي بسكوتة وهوريكم هعمل فيها ايه. عشان تطلعي الترند لازم تعملي كده ببنتك. بس المية هفتحها ورايا، يا رب ما تتريق عليا. يا بسكوتة بسكوتة بنتي يا شهر، انا بعمل فيديو، ماشي، انا بعمل فيديو. الفيديو ده اسمه فيديو ايه؟ فيديو ترند. اسمه فيديو ايه؟ ترند. طب سؤال، انت عرفتي كلمة الترند دي منين؟ اللي بعتر هعرفك كلمة الترند دي عرفتها منين، بس بعد ما اوريكي ايه هو الترند. تمام. وعايزة تعرفي الترند عبارة عن ازازة مية من دي. المفروض انت تقولي عطشانه، اقول لك لا ما تشربيش، اعمل لك كده على طول. دلقه الميه دي يا جماعه هي اللي تطلعها ترند. ده ايه ده؟ بالشكل ده على طول. ماما يعني ايه ده؟ اشمعنى؟ يا ماما دول بلش ماما عايزين نطلع ترند. يعني ترند اعيا واموت. الشكل الرائع ده على طول تطلعي ترند. يا ماما اعيا سمكه. يا ماما ما ينفعش كده. سمكه ملاك يمسكي كده من امك؟ يمسكي؟ يعني ده بلد يعني؟ حد بيطلع ترند؟ طبعا. الميه ده بتطلع ميه ليه؟ طب لا الميه بتطلع عليها ليه؟ يا ماما بس ترند بس كلميهم هم بس احساسك قولوا لها بس احساسك انت وانت على الميه. بصوا دهري التليفون، تعالي هنا. تعالي هنا والله هقفلك هنا. تعالي هنا والله هقفلك. اهو 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 تطلع عليها ميه يا سمكه. بنات عليهم مية. بس هو ده الفيديو بتاعي يا جماعة. لو عايزين تطلعوا ترند اعملوا كده في عيالكم، اطلعوا اطلعوا.